في 10 ديسمبر من عام 1948 الساعة 3 العصر توقفت الحياة في شوارع وميادين القاهرة لأنه كان ميعاد أول قمة في الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي في بطولة الدوري، واللي أقيمت وقتها في ملعب الزمالك في المكان الحالي لمسرح البالون. وعلى الرغم من أن القطبين الزمالك والأهلي لعبوا ضد بعض كتير قبل المباراة دي، وبالتحديد من سنة 1922، إلى أن القمة دي كان ليها رونق وطابع خاص لأنها الأولى بينهم في تاريخ الدوري الممتاز. الحكم عزة العشماوي كان هو أول حكم يدير مباراة القمة في الدوري، وكان بيعاونه عبدالله رفعت وزكي عثمان. تشكيلة الزمالك كانت بتضم عدد كبير من النجوم في الوقت ده، وعلى رأسهم الحارس التاريخي يحيى إمام، بالإضافة لعبد الكريم صقر وحافظ زقلط ويونس مرعي وسعد رستم وعمر شندي وحنفي بسطان. الزمالك تحت اسم فاروق دخل القمة الأولى وهو في المركز الخامس ومعاه 6 نقط بعد ما فاز في 3 ماتشات وخسر في ماتشين. والأهلي دخل المباراة وهو في المركز الأول ومعاه 11 نقطة بعد ما كسب 5 مباريات وتعادل في واحدة. رغم المنافسة الشرسة على أرضية الملعب، لكن الروح الرياضية هي اللي كانت سيدة، ونتيجة التعادل العادل خلت الزمالك والأهلي حبايب في أول قمة للدوري المصري. الهدفين للزمالك سجلهم سعد رستم وعبد الكريم صقر علشان تنتهي القمة الأولى بالتعادل 2-2.